أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه اللقاء الجديد في سلسلة دروسنا المبارك في هذه المدرسة المباركة أكاديمية الشيخ أبو بكر الرومي. كما رأيتم على السبورة، اليوم عندنا المادة هي اللغة العربية، وموضوعنا اليوم يكون الحروف الهجائية. إذا ما نسيتم، في فصلنا الماضي تحدثنا عن كيفية قراءة وكتابة الحروف الهجائية، واليوم سوف نتحدث عن حروف الهجائية مع الأشكال. حروف الهجائية مع الأشكال، الأشكال يعني فتحة، كسرة، والضمة. إذن اليوم سوف نتحدث عن كيفية حروف الهجائية مع الضمة. نأخذ بعض حروف الهجائية مع الضمة ثم نكتبها ونتعلم كيف نكتبها. تعالوا معي حتى نكتب على السبورة ونستطيع أن نقرأها، فتعالوا معي. أولاً، كما عرفنا أن الحروف الهجائية، عرفنا كيفية حروف الهجائية. هذا جيد، هذا ألف، وهذا باء، وهذا جيد تاء، وهذا فاء جيد، وهذا جيم جيد، وهذا حاء جيد، وهذا خاء جيد، وهذا دال ما شاء الله، وهذا ذال جيد. كما قلنا، الفرق بين دال وذال فهي النقطة فوق الحرف. إذا هذا دال، الدال ليس لها أي نقطة، أما الذال فإنها نقطة للحرف. جيد، هذا دال جيد، وهذا ذال ما شاء الله. ثم عندنا بعد ذال ثم ماذا؟ جيد، راء جيد، بعد راء ثم زي جيد. اليوم نقف على زي. إذن فهنا عندنا ألف، باء، تاء، فاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، وزي ما شاء الله. كما قلنا، اليوم نتكلم عن حروف مع الأشكال. الشكل اليوم يكون الضمة. جيد، فنقول ألف، ألف، فنقول ألف مع ضمة، باء مع ضمة، تاء مع ضمة، فاء مع ضمة، ثم جيم ضمة، حاء ضمة، خاء ضمة، دال ضمة، ذال ضمة، راء ضمة، وزي ضمة. الآن نقول ألف ضمة أو، ألف ضمة أو، باء ضمة بو، ألف ضمة أو، باء ضمة بو، تاء ضمة تو، فاء ضمة فو، جيم ضمة جو، حاء ضمة حو، خاء ضمة خو، دال ضمة دو، ذال ضمة ذو، راء ضمة رو، زي ضمة زو. الآن نقرأ معا. أو، اقرأوا بعدي. أو، بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو. جيد، هذه الضمة، إذا نريد أن نبين هذا باللغة الإنجليزية، هذه الضمة تكون
ك vowel sound U. مثلا إذا قلنا باء دم بو، باء يكون كبي ثم الدم يكون ك U vowel sound U. نقول باء باء يكون كبي ثم الدم تكون ك U. نقول باء دم بو، ألف دم أو، باء دم بو، تاء دم تو، ثاء دم ثو، جيم دم جو، حاء دم حو، خاء دم خو، دال دم دو، ذال دم ذو، راء دم رو، وأخيرا زي دم زو. فلنقرأ معا جميعا، نقرأ جميعا جيد. U bu tu fu ju hu hu du zu ru zu. جيد. الآن إذا رأيتم هنا هذا وهذا الصوت يكون سواء، يكون على الأقل كسواء. إذا نقول هذا يكون ذو ذو، وهذا يكون زو ذو زو ذو زو. جيد. فلنقف هنا إن شاء الله فيما سوف نلتقي في فصلنا المقبل إن شاء الله. وسبحان الواجب المنزلي. الآن عندنا الواجب المنزلي. اقرأ الحروف الآتية، هؤلاء الحروف اقرأها في البيت. سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ولا إله غيرك. مع السلامة.